بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة. لما كانت صلاة الجماعة واجبة كما سبق، وكان لا بد للجماعة من إمام، لا تكون الجماعة إلا خلف إمام، ناسب أن يذكر ما يتعلق بالإمام. فالإمام له أهمية عظيمة، لأنه يقتدى به في الصلاة، ويقتدى به في أخلاقه وآدابه ودينه. فينبغي أو يجب أن يكون الإمام على مستوى طيب في علمه وفي عمله في أخلاقه وفي تقيده بأحكام الإمامة، لأنها مسؤولية. الإمامة مسؤولية، فيجب على الإمام أن يهتم بهذه المسؤولية. وكذلك المأمومون يجب عليهم أن يكونوا مع إمامهم على مستوى المتابعة له والاقتداء به وعلى احترامه وتوقيره، لأن الإمام ضامن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، فإذا أحسن فله أجره وأجر من خلفه، وإذا أساء فعليه إثمه وإثم من خلفه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. والإمام ضامن كما في الحديث. المؤذن مؤتمن، يعني مؤتمن على الوقت ودخول الوقت، والإمام ضامن لأداء الصلاة على الوجه المشروع، لأن خلل صلاة الإمام يتعدى إلى المأمومين، وإتقان الإمام للصلاة تعدى نفعه للمأمومين. فعلى الإمام واجبات نحو المأمومين، وعلى المأمومين واجبات نحو الإمام، وهذا كله مذكور في هذا الباب فيما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكره الفقهاء في كتب الفقه. فليست الإمامة مجرد وظيفة، وإنما الإمامة مسؤولية، مسؤولية. ما هو المقصود أن الإنسان يأخذ الوظيفة؟ إذا كان قصده الوظيفة فلا تجوز الصلاة خلفه، لأنه يريد الدنيا. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان في كذا بكذا وكذا، أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال الإمام أحمد رحمه الله: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا الذي يقصد الوظيفة فقط تعيش منها، أو يقصد السكن، ثم يضيع الإمامة يوم هنا ويوم هناك، ويوم يضيع الإمامة ويخلي الناس يضطربون في المسجد، من يصلي بهم، من وين راح الإمام، تأخر. فهذا عمل لا يجوز، هذا خيانة للأمانة التي حمله الله إياه. يجب على الإمام أن يكون على مستوى المسؤولية، وأن يقوم بالإمامة على الوجه المطلوب، وأن لا يشق على المأمومين، لا يشق عليهم في انتظاره وحضوره وتأخره، ولا يشق عليهم في التطويل كما يأتي، في تطويل الصلاة عليهم، تحميلهم ما يشق عليهم، ولا يأتي باجتهادات من عنده وآرى من عنده، مثل ما يفعل بعض الشباب، يجيبون اجتهادات وآرى من عندهم ويشوشون على المأمومين وعلى الناس. لا، الإمام يجب عليه أن يتبع ما عليه أهل البلد، أن يتبع ما عليه أهل البلد من العمل،
ولا يشذ ويشوش ويجيب آراء واجتهادات غريبة، هذه يخليها له في نفسه كيف. أما الإمامة فلا، الإمامة يصلي كما يصلي المسلمون في البلد، كما يصلي الأئمة في البلد، وكما يخطب الأئمة في الجمعة، ما يجيب أشياء غريبة وأشياء شاذة واجتهادات من عنده، أو اجتهادات قال بها من قال من العلماء وهي غير معمول بها. لا، تجنب الإمام هذه الأمور، تجنب هذه الأمور. والمسلمون في البلد ولله الحمد خصوصا في هذه البلاد ما عندهم بدع ولا عندهم منكرات ومخالفات، وإنما يعملون على مقتضى السنة ولله الحمد. يجب على الإمام أن يراعي ذلك، وإلا يترك الإمامة إذا كان لا يلتزم، أو يرى أنها العمل اللي عليه الناس، يرى أنها العمل اللي عليه الناس ما هو بصحيح، ويبي يجيب من عنده عمل آخر، اجتهادات جديدة، فلا يجوز له أنه يتولى الإمامة، يخليها لغيره. فهذه أمور مهمة، تأليف الناس، تأليف الناس والرفق بهم، عدم المشقة عليهم، والمحافظة على الإمامة وعدم التخلف عنها. الإمام قدوة، إذا رأوا الناس أن الإمام يتساهل ولا يحضر فإنهم يقتدون به، يقولون الوظائف ما إنما هي لتحصيل الدراهم فقط، وأما العمل فأمر سهل. يقتدون بالإمام، يقول شوف الإمام ما هو بحضر، إحنا ليش نحضر في المكاتب ونحضر في الدوائر، والإمام اللي هو قدوة ما هو بحضر. فعلى الإمام أنه يحذر من هذه الأمور، لأنه قدوة محط أنظار الناس، يجب عليه أن ينكر على الناس ما يخالف الأمور الشرعية، فكيف هو يقع فيها؟ فالإمامة أمرها مهم جدا، أمرها مهم جدا، وعلى الإمام أن يصلح بين الناس ويسعى في التأليف، ولا ينفر ولا يأتي بأشياء غريبة وشاذة يشوش على الناس. هذه الأمور يتجنبها الإمام لأنه قدوة للناس، ائتمنوه على صلاتهم فيكون أمينا. نعم. باب الإمامة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ نعم، هذا الحديث يدل على أنه يجب على المأمومين أن يقتدوا بالإمام في أفعاله، فلا يسبقونه في الركوع والسجود، ولا يوافقونه بمعنى أنهم يركعون معه ويسجدون معه، بل يكون ركوعهم بعد ركوع الإمام، ويكون رفعهم من الركوع والسجود بعد رفع الإمام، يكون ركوعهم وسجودهم بعد الإمام، ويكون رفعهم من الركوع والسجود بعد رفع الإمام. هذا معنى كونه إماماً، معنى كونه إماماً أنه يقتدى به، وأن تكون أفعال المأمومين بعد فعل الإمام، هذا معنى الاقتداء. أما إذا سبقته أو وافقته فإنك لم تقتدي به ولم تأتم به، هذه مخالفة تستحق العقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أي يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يعني في الركوع والسجود، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار. عقوبة له، عقوبة له، هذا تهديد يدل على شدة تحريم مسابقة الإمام أو موافقة الإمام، وأنه يجب أن تكون أفعال المأمومين بعد فعل الإمام في الركوع والسجود والرفع منهما. قوله صلى الله عليه وسلم: يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يصور، أو يجعل صورته صورة حمار، هذا على ظاهره، الله قادر على كل شيء. فإن هذا لما مسخ صورة الصلاة وصورة الائتمام فحري أن يمسخ الله صورته، لأن الجزاء من جنس العمل. الحديث على ظاهره، يتوقع
يتوقع أنه يعاقبه الله عز وجل فيحوله من صورة آدم إلى صورة حمار عقوبة له. وقيل المعنى حول الله يجعل الله رأسه رأس حمار وصورة صورة حمار، المعنى أن الله يجعل طبيعته طبيعة الحمار في البلادة وعدم الانتباه، يجعل الله طبيعته، أما صورته تبقى آدمية لكن طبيعته طبيعة حمار بليد جاهل مثل الحمار تماما. وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفار، كالحمار يحمل أسفار، بليد جاهل مثل الحمار لأنه لا يبالي. فالحديث يحتمل هذا وهذا والله أعلم. المهم أنه وعيد شديد يدل على تحريم مسابقة الإمام أو موافقة الإمام، ويدل على أنه يجب أن تكون أفعال الإمام في الركوع والسجود والرفع بعد الإمام مباشرة، لا يسابقه ولا يتأخر عنه، بل يكون أفعاله بعد أفعال إمامه مباشرة. هذا هو معنى الاقتداء وهذا معنى الإمامة والائتمام. وش فائدة أنك تصلي وراء فلان وأنت ما تتقيد بالمتابعة له، تركع قبله وتسجد قبله وترفع قبله، وش فائدة إذن أنك تصلي خلفه؟ ما في فائدة، خرجت على أحكام الإمامة. نعم. وأنت معرض للعقوبة بأن يحول الله طبيعتك إلى طبيعة حمار تصبح بليداً لا تفهم، أو أن الله يقلب صورتك الآدمية إلى صورة حمار بهيمية، وليس ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى، مثل ما مسخ الذين اعتدوا في السبت من بني إسرائيل فجعلهم قردة وخنازير، نسأل الله العافية. نعم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به، يؤتم يعني يقتدى به، هذا معنى جعل الإمام. والحكمة من جعل الإمام أن المأمومين يقتدون به، فمن لم يقتدي بالإمام فإنه يكون مخالفاً للحكم الشرعي. إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا حصر، لم يجعل الإمام لشيء إلا ليؤتم به، يعني يقتدى به في أفعال الصلاة، فمن لم يقتدي به فإنه لا يكون مأموماً، وإنما هو يصلي كالمنفرد على كيفه، ما هو تابع للإمام. فمثل هذا معرض للوعيد كما في الحديث السابق، أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ثم إنه فصل هذه الجملة، لما ذكر هذه الجملة فصلها فقال: فإذا كبر فكبروا، إذا كبر يعني تكبيرة الإحرام، فكبروا، فلا يجوز للمأموم أن يكبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام أو أن يكبر معه، بل تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام، فإن كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته، إن كبر قبل الإمام ودخل في الصلاة قبل الإمام لم تنعقد صلاته، صلاته باطلة. فإذا كبر أي انتهى من التكبير تكبيرة الإحرام فكبروا، فكبروا الفاء للتعقيب يعني لا تأخر عنه، كبر بعده مباشرة لأن الفاء للتعقيب، إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع،
يبقى الإنسان واقفاً حتى يركع الإمام وتصل يداه إلى ركبتيه، ثم ويكبر تكبيرة الانتقال، ثم يركع المأموم بعدما يتكامل ركوع الإمام، لا يركع قبله ولا يركع معه، وإنما يبقى واقفاً حتى يركع الإمام. فإن ركع معه أو قبله فإنه يجب عليه أنه يرجع، يجب عليه أنه يرجع ويركع بعده حتى تتحقق المتابعة والائتمام. وإذا قال سمع الله لمن حمده، شوف موافقة في القول، إذا قال سمع الله لمن حمده، إذا ركع واركع، وهذه موافقة بالفعل في الفعل، وقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده هذه موافقة في القول، مثل قوله في أول إذا كبر، هذه موافقة في القول، إذا كبر فكبروا. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، يعني رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب لمن حمده، ولذلك عدي باللام لأنه بمعنى استجاب، وليس هو السمع الذي هو صفة من صفات الله عز وجل الذي هو سماع الصوت، وإنما معناه الإجابة، أجاب الله لمن حمده. فهذا هو الذكر الذي يقال في الرفع من الركوع، يقوله الإمام سمع الله لمن حمده، فيرفع المأموم ولا يقول سمع الله لمن حمده، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما هذا للإمام، وإنما المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدون واو، ولكن الواو أكمل، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ. الجمع بين اللهم والواو، حذف اللهم والواو، الإتيان باللهم دون الواو، الإتيان بالواو دون اللهم، أربع صيغ أكملها أن يجمع بين اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد. وإن زاد على ذلك فقال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا شيء طيب إذا اتسع له الوقت، وإلا فإن الواجب أن يقول ربنا لك الحمد، هذا هو الواجب، وما زاد عليه فهو مستحب إذا اتسع الوقت. وهل يجمع الإمام بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد؟ خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يجمع بينهما، وأما المأموم فلا يجمع بينهما، وإنما يقول ربنا لك الحمد. وكذلك المنفرد اللي يصلي وحده يجمع أيضا بينهما، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فالمنفرد يجمع بينهما قولا واحدا، وأما المأموم فلا يجمع، وإنما يأتي بربنا ولك الحمد، والإمام أيضا يجمع بينهما على قول. وإذا سجد فاسجدوا، إذا سجد يعني بعد الرفع من الركوع، وهذا يدل على الطمأنينة في الرفع من الركوع، وأنه لا يبادر بالسجود بعد الرفع من الركوع، وإنما يطمئن قائما ويقول ربنا ولك الحمد وما تيسر معها، يطمئن في قيامه بعد الركوع، لأن بعض الناس يستعجل بمجرد ما يرفع رأسه ينحط للسجود، يترك واجب، هذا ترك واجبا، وهو الطمأنينة في الرفع من الركوع، والطمأنينة ركن في جميع أفعال الصلاة، يطمئن ثم يسجد الإمام والمأموم واقف حتى يسجد الإمام على الأرض،
ثم يسجد المأموم بعده ولا يسجد قبله أو يسجد معه، وإنما يسجد بعده، إذا سجد فاسجدوا. وإذا صلى جالساً أصلوا جلوساً أجمعون. إذا صلى الإمام جالساً لعلة في الفريضة أو صلى جالساً لغير علة في النافلة، صلى جالساً لغير علة في النافلة، لأن النافلة يجوز أن يصلي جالساً ولو كان يقدر على القيام، أما الفريضة لا، ما يجوز يصلي جالساً وهو يقدر على القيام. لكن لو اعتل الإمام صلى جالساً فإنهم لا يقومون خلفه وإنما يصلون جلوساً موافقة، هذا من باب الائتمام، عدم الاختلاف، عدم الاختلاف بينهم وبين المأموم، فلا يكون المأمومون واقفين والإمام جالس، هذه مخالفة، يأتمون به حتى في الجلوس إذا جلس لعلة، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله، صلاة المأمومين خلف الجالس يأتي تفصيله. وقوله أجمعون، أجمعون هذا تأكيد، هذه من ألفاظ التأكيد، ولكن جاءت بالرفع، أجمعون بالرفع، أجمعون. والقاعدة اللغوية أن تكون بالنصب، أجمعين، فصلوا جلوساً أجمعين، وقد جاءت في بعض الروايات أجمعين تكون موافقة للوجه اللغوي، لأن التأكيد يتبع المؤكد، والمؤكد منصوب، جلوساً هذا منصوب، أجمعين تأكيد. ولكن خرجوا رواية الرفع أجمعون على أنها تأكيد للواو أو الجماعة صلوا، أو الجماعة صلوا، والجماعة فاعل، فأجمعون تأكيد للمرفوع، وتأكيد المرفوع مرفوع، فلها وجه في اللغة، ولكن وجه النصب أشهر، وقد وردت في بعض الروايات صلوا جلوساً أجمعين، يعني لا تختلفوا، بعضكم يكون واقف بعضكم جالس، بل تابعوا الإمام. وهذا محمول على ما إذا صلى الإمام جالساً لعلة يرجى زوالها، إمام الحي، الإمام الراتب عرضت له علة فصلى جالساً لأجل العلة، قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب. فإذا اعتل الإمام الراتب في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة احتاج إلى الجلوس فإنهم يجلسون خلفه ولا يقومون وهو جالس، لأن هذه مخالفة، وسيأتي تفصيل هذا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما يدل على عدم المخالفة، وهذا يشمل مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، ظاهره أنه لا يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين، فلا يكون المأموم ينوي نافلة والإمام ينوي فريضة أو العكس، هذا ظاهر الحديث، وقال به جمع من أهل العلم أنه ما يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأموم، والصحيح أن هذا يجوز لورود الأدلة في ذلك كثيرة، صلاة المأموم نافلة وصلاة الإمام فريضة والعكس، فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بأصحابه، هي له نافلة ولهم فريضة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه، فدل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ورد أنه صلى بطائفة وسلم، صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين، الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم نافلة وهي لهم فريضة، دل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، صلاة المتنفل خلف المفترض، لأن رجلين جاء في صلاة الفجر في مسجد الخيف
والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فجلس خلف الصف ولم يصلي معهم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهما، فجيء بهما بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قالوا: يا رسول الله، إنا صلينا في رحالنا، يعني في منازلنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والصلاة تقام فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، فيكون هذا مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن ذلك خاص بالأفعال والأقوال دون النية. يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين أو بين الإمام والمأموم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، هذا كالحديث السابق، كالحديث السابق في أنه يجب أن يقتدي المأموم بالإمام ولا يسابقه بل يتابعه في الأقوال والأفعال، إلا أنه فيه زيادة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما شكى من رجله عليه الصلاة والسلام، لأنه سقط عن الفرس فانجرحت رجله عليه الصلاة والسلام أو انفكت، فجاءه الصحابة يزورونه في بيته عليه الصلاة والسلام، حضرت الصلاة وأرادوا أن يصلوا معه عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا وقاموا هم خلفه على العادة، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسوا، فجلسوا، امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم وجلسوا خلفه وصلوا خلفه جلوسا. ثم لما سلم قال: كدتم أن تفعلوا آنفا كفعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم جلوس. فمنعهم صلى الله عليه وسلم من القيام خلفه منعا للتشبه بالأعاجم الذين يقومون خلف ملوكهم وهم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. هذه ناحية. والناحية الثانية أن هذا فيه مخالفة للإمام، فلا يصلي الإمام واقف ولا يصلي الإمام جالس والمأموم واقفا، هذه مخالفة. ثم قال: إذا صلى، مثل ما سبق في الحديث تماما، إلا أن هذا الحديث بيّن السبب الذي من أجله صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وأنه لعلة، فدل على أنه يجوز للمصلي إماما أو مأموما إذا احتاج إلى الجلوس أنه يجلس يسقط عنه القيام، ودل على وجوب متابعة الإمام في الجلوس، وأنه لا يجوز أن يكون الإمام جالسا والمأموم واقفا، ودل أيضا على جواز الإشارة في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بالجلوس فجلسوا، أدل على جواز الإشارة عند الحاجة في الصلاة. نعم. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره
حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نعم، هذا حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، صحابي جليل من صغار الصحابة، وأبوه صحابي أيضا، يزيد الخطمي صحابي. عن البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه، صحابي جليل، قال حدثني وهو غير كذوب. هل الصحابي يحتاج إلى أن يقال أنه غير كذوب؟ هل هذا من باب التزكية أو هو من باب التقوية؟ هذا من باب التقوية لا من باب التزكية، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هذا من باب التقوية لا من باب التزكية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى التزكية، كذلك الصحابة ليسوا بحاجة إلى التزكية لأن الله زكاهم، وإنما مراده التقوية. وقيل إن المراد بقول غير كذوب ليس البراء، وإنما المراد به عبد الله بن يزيد، والذي قال هذا هو أبو إسحاق السبيعي الراوي عن عبد الله بن يزيد. وأيضا يأتي الإشكال، لأن عبد الله بن يزيد أيضا صحابي، والصحابة لا يحتاجون إلى تزكية، فهذا من باب التقوية لا من باب التزكية. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بهم لم يحني أحد منهم ظهره، إذا ركع، إذا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبقون واقفين بعد الركوع معتدلين حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض، لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض ثم يسجدون. فهذا يبين ما يجب على المأموم في حالة انحطاط الإمام للسجود، وأنه يجب على المأموم أن يبقى واقفا لا ينهزع حتى يسجد الإمام على الأرض ثم يسجد بعده، وهذا مثل ما سبق في الأحاديث، ولا تركعوا حتى يركع، إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. بعض الناس الآن، كثير من الجماعة تجدهم ينحنون حتى قبل أن الإمام ينحط للسجود، يحني ظهره، وبعضهم ينحط على الأرض قبل الإمام، وهذا من الشيطان، هذا من الشيطان ليخل بصلاتهم، هذه مسابقة لا تجوز. لكن بعضهم يكون إما ذاهل ما يستحضر الصلاة، وإما جاهل ما يعرف أحكام المتابعة، وإما أنه عنده شغل وده يروح، وده يسوق الإمام، وده يروح، قلبه ما هو في الصلاة، قلبه خارج الصلاة، فهو ما هو بصابر لما أن الإمام يسجد، من باب العجلة يريد أن الإمام يسجد، تأخر عليه ويتحرك، هذا كله من العجلة، وكان الإنسان عجولا. أنت داخل في الصلاة تصلي وخلف إمام، ولن تبطالع من الصلاة إلا عقب الإمام، فلماذا هذا الطيش وهذا العجلة؟ على المسلم أنه يتنبه لهذا، وأنه يتأدب بآداب الصلاة وآداب الإمامة، لئلا يتلاعب به الشيطان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وهذا أيضا من أحكام المتابعة، من أحكام المتابعة للإمام، أنه إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية، إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية وفرغ منها، فإنه يستحب له أن يقول آمين، يرفع بذلك صوته، ثم يقول المأمومون مع الإمام، ما هو لما يفرغ الإمام من التأمين، لا، يقولون معه آمين، يكون صوت الجميع يرتفع، المأمومين والإمام. والمناسبة أن سورة الفاتحة دعاء، سورة الفاتحة كلها دعاء من أولها إلى آخر، أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله،
وآخرها دعاء مسألة، وهو طلب، طلب من الله: اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. استعانة طلب، اهدنا الصراط المستقيم طلب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي جنبنا، هذا طلب. فالفاتحة سورة عظيمة وكلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فتؤمن عليها، لأن من أسباب الإجابة التأمين على الدعاء. فيستحب للإمام بعد ما يفرغ من الفاتحة أن يرفع صوته بالتأمين فيقول آمين، فإذا شرع في التأمين يشرع المأمومون معه في التأمين ولا يتأخرون عنه. فمعنى قوله إذا قال آمين أي شرع في التأمين، فإن المأمومون يقولون آمين معه. والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول أنه تأمين على الدعاء الذي في الفاتحة، والسبب الثاني موافقة الملائكة، فإن الملائكة تؤمن على قراءة الفاتحة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فيحرص الإنسان على رفع صوته بالتأمين مع الإمام، وأنه يستحب للإمام والمأمومين أنهم يرفعون صوتهم بآمين بعد قراءة الفاتحة الجهرية. أما السرية فيقولون آمين سراً، يقولون آمين سراً ولا يرفعون صوتهم بذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. لما بين ما على المأمومين، بين ما على الإمام في هذا الحديث. الإمام عليه مسؤولية أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراعي أحوال المأمومين فلا يشق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم بالتطويل الذي لا يتحملونه، وإن كان التطويل في الصلاة أفضل، ولكن إذا ترتب على التطويل إساءة إلى المأمومين فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالمأموم لا يطول الصلاة مراعاة للمأمومين، لأنهم ليسوا على حد سواء، الكبير الهرم ومنهم السقيم يعني المريض، ومنهم الذي له حاجة، هو صحيح وقوي لكن له حاجة، طول عليه تفوت حاجته، فلا تحرجه. فأنت توسط في صلاتك، لا تنقرها نقر الغراب ولا تطولها وتشق على المأمومين، اعتدل في صلاتك حتى تجمع بين المصلحتين، مصلحة إتمام الصلاة ومصلحة مراعاة أحوال المأمومين وعدم المشقة عليهم. فهذا فيه أن هذا الدين دين اليسر ورفع الحرج عن الأمة، وأنه يراعي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالمفاسد التي تحصل بالتطويل تراعى وتدرى وتقدم على جلب المصالح التي في التطويل. ودل الحديث على أن الإنسان إذا صلى لنفسه يعني صلى منفردا فإنه يطول ما شاء، لأنه لا يشق على أحد. فإن قلت: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة والصحابة يصلون خلفه؟ فنقول: صلاة الرسول لها وضع خاص، الصحابة يحبون تطويل الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرحون به، وهذا أيضا حتى في غير الرسول، إذا كان المأمومون يحبون التطويل
كلهم وليس فيهم من يمنع من التطويل، إذا كانوا كلهم يحبون التطويل وهم محصورون فلا بأس أن تطول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما إذا كان فيهم من لا يناسبه التطويل فأنت تراعي أحوال المأمومين، تراعي أحوال المأمومين. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. نعم. هذا الحديث فيه أن رجلاً جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يطول عليهم، طول عليهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم استنكاراً لهذا الفعل وفعل هذا الإمام، وقال: أيها الناس، هذا عام لجميع الأئمة، إن منكم منفرين. منفرين، اللي يطولون على الناس هؤلاء ينفرون الناس من صلاة الجماعة. والمطلوب التأليف، مطلوب التأليف وجمع الكلمة وعدم التنفير. فالتطويل الذي ينفر الناس هذا لا يجوز، التطويل الذي ينفر الناس عن صلاة الجماعة أو يجعلهم يتكلمون، يجعلهم يتكلمون ويلومون، هذا غير مرغوب فيه. الإمام يتجنب هذا، يتجنب إحراج المأمومين، يتوسط في صلاته، لا ينقرها نقراً يخل بها ولا يطيلها إطالة تشق على من خلفه. والجماعة ليسوا على حد سواء، هم كلهم أقوياء ولا كلهم يحبون التطويل، فيهم الكبير الهرم وفيهم الضعيف، الضعيف بالمرض أو ضعف الحال، وفيهم اللي له حاجة، حاجة يريد أنه يذهب إليها، تفوت حاجته، تفوت حاجته إذا طولت عليه، تفوت حاجته. والدين دين اليسر ورفع الحرج، ودين التأليف وعدم التنفير، فهذا فيه الغضب عند إنكار المنكر من أجل ردع الناس، وأن التطويل الذي يشق على المؤمنين أنه منكر يقتضي الإنكار والغضب. وإن كان صاحبه يريد الخير، يريد الخير، لكن هذا ما هو بخير، لأنه يحصل به تنفير، التنفير هذا ما هو بخير. وكما ذكرنا القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتأليف الناس مقدم على تنفيرهم، فهذا يدل على مسؤولية الإمام وأنه يراعي المأمومين، وأن من خرج عن هذا النظام الشرعي أنه فعل منكراً ينكر عليه، ولو كان في نفسه أنه خير وأنه هو منكر، لأنه في غير محله، في غير محله. ولما صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه صلاة العشاء وقرأ سورة البقرة، وكان خلفه رجل معه نواضح، يعني معه إبل يسني عليها، وقف النواضح وجاء يصلي، معاذ استمر في الصلاة، الرجل خشي على نواضحه أنها تضيع، فنوى الانفراد وأكمل صلاته منفرداً وسلم وراح، أخذ نواضحه راح الشغل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ لما بلغه الخبر غضب على هذا الرجل، تكلم فيه، انتهى الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول استدعى معاذاً وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ فتان يعني تفتن الناس، يتكلمون ويتحرجون. معاذ بن جبل عالم الصحابة قال له: أنت فتان، أدل على أن الإنسان ولو كان من أهل الفضل وأهل العلم إذا فعل فعلاً، إذا فعل فعلاً يخالف المشروع أنه ينكر عليه، ولو كان من أعلم الناس وأفضل الناس وأتقى الناس، أدل على مسؤولية الإمام، دل على مسؤولية الإمام وأنه يرفق بالمأمومين.
ولا يشق عليهم ويراعي أحوالهم، هذا المطلوب من الإمام. وأن التأليف مطلوب، وأن التنفير منكر ولا يجوز. نعم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت قضية الصلاة القائم خلف القاعد، هذه اختلفت الأحاديث فيها. فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زاروه في بيته أمرهم بالجلوس خلفه وصلى بهم جالساً وهم جلوس، ثم في مرض موته صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وأبو بكر يصلي بالناس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما مرض استخلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس. ففي صلاة الفجر وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاطاً فخرج إليه وهم يصلون خلف أبي بكر. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في موضع الإمام عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً، وأبو بكر والناس صلوا قياماً ولم يأمرهم بالجلوس، لم يأمرهم بالجلوس بل صلوا قياماً. يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر أبو بكر بعده يبلغ الناس، صار أبو بكر مبلغاً، تحول من إمام إلى مأموم، وصار يكبر بتكبير الرسول صلى الله عليه وسلم لضعف صوت الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب المرض، فصار يبلغ من خلفه. صلى أبو بكر والناس قياماً وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جالساً، يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. فالحديث الأول فيه أنه أمرهم بالجلوس، وهذا الحديث فيه أنه أقرهم على القيام ولم يأمرهم بالجلوس. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذين الحديثين، فبعضهم يقول إن حديث مرضه صلى الله عليه وسلم يكون ناسخاً للحديث الأول الذي صلى بهم في بيته لأنه آخر الأمرين، فيكون ناسخاً. إذن فلا يجوز للمأموم أن يجلس ولو صلى إمامه جالساً للعذر، بل يصلي واقفاً لأن هذا آخر الأمرين، فيكون ناسخاً لما سبق. هذا مذهب الجمهور. عند الإمام أحمد يقول لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، والجمع ممكن ولله الحمد، بأن يقال إذا بدأ الإمام الصلاة بهم جالساً وجب عليهم الجلوس كما في القصة الأولى، وإذا بدأ الإمام بهم الصلاة واقفاً ثم اعتل فجلس فإنهم يتمون قياماً كما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيرة. هذا هو الجمع بين الحديثين، وهو جمع وجيه، وكما هي القاعدة أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، والجمع ممكن ولله الحمد بما ذكره الإمام أحمد. نعم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي. نعم. صلى الله عليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الرجل الحليق أو المقصر من لحيته، وما حكم الصلاة خلف المسبل؟ أولاً، عند تنصيب الإمام يجب أن يختار الإمام الصالح، أن يختار الإمام الصالح الذي تنطبق عليه الصفات الطيبة، فلا ينصب للإمامة شخص فيه قصور من ناحية الدين وفيه من هو أفضل منه، يقدم الأفضل عند التعيين. أما لو أنه عين وهو مستقيم وصالح لكن طرأ عليه ما طرأ من التغيرات، حلق اللحية والإسبال وما أو الأفكار اللي ما هي طيبة، فهذا يجب السعي في إزالته عند المسؤولين، يجب أن يرفع عنه للمسؤولين عن المساجد من أجل استبدال غيره به. أما أنت إذا وجدت الناس يصلون ولو خلف حليق ولو خلف مسبل، وجدتهم يصلون ولا هناك جماعة أخرى تذهب لها إلا هذه الجماعة، صل معهم
صل معهم ولو خلف الحليق وخلف المسبل، ولا تترك صلاة الجماعة، يعني صلاة الجماعة واجبة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قال الإمام تكبيرة الانتقال، نعم، إذا قال الإمام تكبيرة الانتقال في الركن الذي يليها ولم يقلها أو قال بعضها أثناء حركة الانتقال، فما الحكم؟ محل تكبيرة الانتقال بين الركنين، تكون بين الركنين ولا يؤخرها إلى أن يدخل في الركن الثاني. فمثلاً إذا انحط من القيام إلى الركوع إلى السجود، انحط من القيام إلى السجود، يكبر في أثناء هويه وينهي التكبير قبل أن يصل إلى الأرض، هذا هو المشروع. لكن لو ذهل أو جهل ولم يكبر إلا بعد ما وصل إلى الأرض، الصلاة صحيحة، وإن كان هذا خلاف المشروع الصلاة صحيحة، لأن هذا قل من يسلم منه، ولهم كل الأئمة فقهاء، ما هم كلهم فقهاء، يجهلون هذه الأمور، فهذا الأمر يتساهل فيه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يقول الإمام سمع الله لمن حمده؟ هل هو وهو راكع أم إذا قام واعتدل؟ وما حكم يقوله وهو مرتفع وهو يرتفع؟ يقول في أثناء ارتفاعه من الركوع، وينهيه إذا اعتدل، ينهي التسميع إذا اعتدل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أخذ الإمامة من أجل الراتب أو المنزل وهو متقيد بالواجبات التي عليه، فهل يجوز ذلك؟ يجوز إنه ذلك، لكن يخلص النية، يتوب إلى الله ويخلص النية، لا بس يتوب إلى الله ويخلص النية، وإمامته صحيحة إن شاء الله. أما إن استمر ما يريد إلا الراتب والبيت، فهذا من الذين يريدون الحياة الدنيا، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نحن ما لنا إلا الظاهر، ما نتدخل في نيات الناس، هذا أمره عليه، هو المسؤول عن نفسه، ويعرف نيته ويعرف قصده، فإن كان في نيته وقصده خطأ فعليه التوبة إلى الله، تصحيح النية فيما بينه وبين الله، أما نحن ما ندري. نعم. نحسن الظن بالناس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إمام مسجدنا في شهر رمضان لا يصلي بالجماعة في المسجد إلا في صلاة العشاء والتراويح، وبقية الفروض لا يصليها بعد الأذان. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: إمام مسجدنا في شهر رمضان لا يصلي بالجماعة إلا في صلاة العشاء والتراويح، وبقية الفروض لا يصليها، وذلك لأجل الاستعداد لصلاة التراويح. لأجل إيش؟ لأجل الاستعداد لصلاة التراويح. الاستعداد. نعم. نعم. يقول: وذكرت ذلك بعد مناصحته، وهذه أصبحت ظاهرة في هذه الأزمنة في بعض المساجد في شهر رمضان، ورأيناها تكررت في المساجد الذي يؤمها إمام صوته حسن وجميل، فما حكم هذا؟ قلنا إنه يجب على الإمام أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والإمامة في الفروض أهم من الإمامة في التراويح، الإمامة في الفروض أهم من الإمامة في التراويح، ثم أيضاً ما يتعارض إمامته في الفروض مع استعداده للتراويح، هذا ما يتعارض، بل يعينه، هذا يعينه على صلاة التراويح والاستعداد لصلاة التراويح. لكن هذا يظهر أنه كسلان، إنها الإمام أنه كسلان، ولا عليه أن يتقي الله وأن يحافظ على صلاة الفروض بالناس وعلى صلاة التراويح، كله مسؤول عنه، كله مسؤول عنه. صلاة التهجد في العشر الأخير أيضا هو مسؤول إمام، فعليه أنه يتقيد بهذه الأمور ويقوم بإمامة المسجد على الوجه المطلوب، وإلا يتخلى عنه يتولى غيره من يقوم بالإمامة على الوجه المطلوب. وأنا قلت لكم من بعض الأئمة خصوصاً من الشباب لهم اجتهادات واختيارات وأمور وشذوذات، نسأل الله أن يهديهم ويردهم للصواب.
وأن يعودوا إلى صوابهم ويتركوا هذه الأمور، لأنهم شباب وهم أبناؤنا وإخواننا، ولا نريد منهم ونريد لهم إلا الخير، ننصحهم ونحبهم أن يتركوا هذه الأمور، وأن يكون الإمام قدوة صالحة محافظاً على عمله، على إمامته، على وظيفته الدينية، ما يخل بالإمامة ويتأخر أو يقول أوكل. لا، ما توكل إلا عند المرض. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وكل إلا عند المرض أو عند السفر. كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر وكل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وإذا مرض وكل أبا بكر الصديق. فالإمام ما يوكل إلا إذا مرض أو سافر، أما أنه يوكل وهو جالس في البلد هذا أمر لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا فعل الإمام فعلاً لا يراه المأموم كالجهر بالبسملة أو القنوت في الفجر أو نحو ذلك، فهل يبقى المأموم خلف الإمام أم ينفرد عنه؟ يتابع الإمام ولو قنت، يقنت معه ما في بس. وشذ الثاني يقول: كالجهر بالبسملة أو يجهر بالبسملة، لا بأس بذلك، صلي خلفه. هذه أمور اجتهادية ولا تخل بالصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض المسائل الخلافية مثل جلسة الاستراحة والضم بعد الرفع من الركوع والنزول على اليدين، هل يجب علي أن أتابع الإمام فيها أو لي أن أصلي وأعمل بما يترجح لي ولو خالفت الإمام في هذا؟ جلسة الاستراحة الصحيح أنها ما هي مشروعة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل احتاج إليها، اللي يحتاج إليها لكبر سنه أو لمرضه يجلس للاستراحة. أما القوي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وقت قوته عليه الصلاة والسلام. صحيح أنها غير مشروعة وإنما تفعل للحاجة. وأما وضع اليدين في السجود قبل الركبتين هذا إنما هو للعاجز، أما القوي فيضع ركبتيه قبل يديه، يضع ركبتيه قبل يديه كما في الحديث الصحيح. أما العاجز اللي يحتاج إلى وضع يديه قبل ركبتيه فلا بأس بذلك. نعم. أحسن. وكما ذكرنا على الإمام أنه ما يجيب الأمور الشاذة والخلافات، عليه أنه يعمل بما عليه العمل في البلد، عليه العمل في البلد، ولا يشذ ولا يخالف ويصير محل نظر ومحل كلام للناس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي العصر وأنا لم أصلي الظهر، فهل يجوز؟ نعم. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي العصر وأنا لم أصلي الظهر، فهل يجوز الدخول خلف الإمام بنية الظهر وهو يصلي العصر؟ لا بأس بذلك، يجوز أنه يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، لا بأس بذلك، كما أنه يجوز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة. هذه فريضة خلف فريضة، إذا جازت النافلة خلف الفريضة فلن تجوز الفريضة خلف الفريضة، من باب أولى. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت خلف أحد الأئمة وهو قرأ سورة الفاتحة بسرعة وما استطعت أن أكمل قراءتها، فماذا علي أن أفعل في هذه الحالة حيث فاتني الركن؟ يسقط عن قراءة الفاتحة، إذا لم تتمكن من قراءتها سقطت عنك، تكفي قراءة الإمام. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف قارئ من أجل الصوت الحسن؟ إنما أنت تدخل في أمور الناس، وش أدريك أنه من أجل الصوت الحسن ومن أجل؟ صل مع المسلمين والحمد لله، والصوت الحسن طيب، إذا حصل الصوت الحسن هو طيب ونعمة من الله عز وجل. وأما النيات فالله أعلم بها، نحن ما نتدخل في أحوال الناس ونقول هذا يحسن الصوت من أجل الرياء أو لأجل جمع الناس، ما نقول هذا، هذا مسؤوليته بينه وبين الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السرائر. لكن على المسلم أن يصلح نيته بما بينه وبين الله. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدينا دكتور في جامعة الإمام يدعو إلى التقارب مع المبتدعة كالصوفية والروافض،
كالزواج منهم لأنهم يشاركوننا في معظم شعائر ديننا، فهم أخف من أهل الكتاب الذين يجوز التزوج من الكتابية. هذا كلام منكر وباطل ولا يجوز لكم السكوت عنه. الواجب أنكم تكتبون تقرير تثبتون فيه عليه هذا الكلام، ويشهد عليه شهود ويرفع لإدارة الجامعة للنظر فيه وإبعاده عن الجامعة، لأن هذا ينشر أفكاراً خبيثة ولا يصلح أن يكون مدرساً. لكن بعد ما يثبت عليه هذا الشيء اكتبوا عليه محضر وشهود بما يقول. نعم. الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من أذكار الصوفية يا صاحب اللطف الخفي بك أستجير وأكتفي، وهل يجوز تكراره؟ ودلوني حفظكم الله تعالى على كتاب في الأذكار الصوفية والرد عليها. يا صاحب اللطف الخفي بك أكتفي، لا بأس به، هذا دعاء طيب، هذا دعاء طيب، والله لطيف بعباده سبحانه، ولطفه خفي يخفى على الناس، والاكتفاء بالله عز وجل والتوكل على الله هذا شيء طيب، هذا الدعاء لا حرج فيه، ولو هذا دعاء الصوفية، هذا دعاء مشروع. وأما الكتب اللي ترد على الصوفية كثيرة، منها أوسعها وأبلغها مدارج السالكين لابن القيم، وفي الرد على الصوفية وبيان شطحاتهم وأغلاطهم، إنه توسع بهذا الكتاب وأجاد وأفاد. ثم فيه كتاب عصري للشيخ عبد الرحمن الوكيل اسمه مصرع التصوف، كتاب متوسط، مصرع التصوف، وهو كتاب جيد لمن يطلع عليه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لمن صلى على أكثر من جنازة هل له بعدد الجنائز قراريط أم أن له قراطا واحدة؟ تبي تحاسب أنت؟ صلي على الجنائز، له إن شاء الله ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، على كل جنازة قراط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز إذا أطال الإمام وأنا لابد لي من مفارقته لحاجة، هل يجوز أن أنوي الصلاة منفرداً وأكملها وحدي؟ نعم، إذا عرض للمأموم عارض يقتضي أنه ينفرد، مثل مرض أصابه مرض فلا يستطيع أنه يستمر، فله أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته خفيفة ويخرج، أو أنه خشي على تلف ماله أو ضياع ماله، فإن له أن ينفرد ويكمل صلاته ويسلم ويذهب لحفظ ماله وما أشبه ذلك من الأعذار. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أو خشي أنه تفوته الرفقة يبي يسافر، وخشي أنه إذا استمر مع الإمام الرفقة يسافرون، فله أن ينفرد ويكمل صلاته ويلحق برفقائه للسفر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو ضابط التخفيف في الصلاة بعد الإتمام؟ الضابط أن يكون تخفيفاً مع الإتمام، أن يأتي بالواجبات ويطمئن، لابد من الطمأنينة والإتيان بالواجبات في الصلاة، الأركان والواجبات، لابد من الإتيان بالأركان والواجبات. أما السنن فهي تكميلية، إن حصلت فهي تجميل للصلاة وزيادة أجر، وإما حصلت فالصلاة صحيحة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا أنوي الحج هذه السنة وأردت العمرة في أشهر الحج. نعم. يقول: من نوى الحج في هذه السنة وأراد العمرة في أشهر الحج شهر شوال، فهل إذا عاد من العمرة يمتنع عن قص الشعر والأظافر ويكون بحكم المحرم، أم أنه يتحلل من العمرة، أم أنه إذا تحلل من العمرة يحل له كل شيء إلى أن يأتي وقت الإحرام في الحج؟ هو الأخير، إذا أذهب العمرة وكملها وقصر من رأسه فإنه يحل له كل شيء حرم بالإحرام، كل شيء حرم عليه بالإحرام يحل له،
أن يطأ زوجته، أن يتزوج، أن يحلق شعره، أن يقص أظفاره، لأنه حلال متحلل، فإذا جاء الحج يحرم بالحج ويكون متمتعا. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: يوجد في التسجيلات أشرطة مسجل عليها الضرب بالدف مع إنشاد للفتيات، وتستمع له الفتيات والنساء في العيد بحجة جواز الدف في يوم العيد، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز هذا، وهذا تعليم للفتيات على الملاهي والأغاني وتسفيه للفتيات المسلمات، فيجب تلاف هذه الأشرطة، يجب أن تتلف هذه الأشرطة. والغناء في العيد ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم إلا للجواري الصغيرات غير المكلفات، جواري صغيرات ما هم مكلفات، أما المكلفات فلا يجوز لهن الأغاني ولا يجوز لهن اللهو. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.